يعطيكم العافية. نبلش بشرح آخر موضوع في الشابتر، هو عبارة عن الطفو، الفلوتيشن والستابيليتي. تمام، هذا موضوع جدا جدا سهل. خلينا نحكي عنه بشكل سريع. بكل بساطة بحكي لك، احنا بنشوف أجسام تكون ثقيلة معناها بتطفو بالمي مثل السفن. ليش؟ قوة الطفو، طبعا قوة الطفو تخليك تطفو لفوق. طبعا هاي القوة تنتج بسبب زيادة الضغط على الماء بسبب العمق. تمام، لذلك لو عندك هذا الشكل عشان نفهم الموضوع أكثر، هاي الصفيحة، الصفيحة ماكتها H، ارتفاعها عن مستوى سطح السائل هو S. لو قلت لك قديش الضغط المؤثر عليها هون هو جاما S. تمام، في أريا، طبعا جاما S في أريا. إذا بدي الضغط من تحت، ما هو كل ما تنزل بيزيد الضغط، قديش المسافة بينهم H صح؟ قديش الضغط اللي تحت في جاما في S زائد H في أريا صح؟ بتقولي صح. لو تأخذ الفرق بينهم بيطلع معك الفرق بين هذول القيمتين هو عبارة عن جاما H أريا، هو عبارة عن جاما فوليوم. شو بتستنتج؟ تنتج إنه قوة الطفو جاما فوليوم. تمام، بس أي فوليوم فيهم هسه بنحكي فيها. فهون خلني أقول لك شو حكيت. كان عندي صفيحة سماكتها H مرة في الماء، بحكي لي إذا مساحتها من فوق ومن تحت هي إيه؟ أكيد مساحة صفيحة من تحت نفسها. مسافة من سطح الماء إلى على الصفيحة هي S. الضغط على السطح العلوي السفلي راح يكون مثل ما هو بالصورة. طلع السهمين جاما S في A، جاما S زائد H في A 100%. حتى الفرق بين القوتين هو عبارة عن جاما فوليوم زي ما حكيت، حيث الحجم هو حجم الصفيحة، حجم الصفيحة، لكن بالأصل هو عبارة عن وزن السائل، حجمه بيساوي حجم اللوحة. فما في داعي لهذا الحكي. نقدر نحكي إنه قوة الطفو وزن السائل مزاح بواسطة الصفيحة. يعني كيف يعني حجم السائل المزاح؟ بكل بساطة لو عندك أنت زي هيك، عندي هون جسم عندي زي هيك، أنا إيش بعمل؟ إيش السائل عندي هون؟ السائل صح؟ بالتالي الحجم اللي كان مقصود فيها السائل اللي جوا، هذا الحجم، حجم هاي، هاي عمق جوا. بالتالي ما بتعتمد على المسافة بين الجسم وسطح الماء. أكيد لاحظت هون إنه الأس حط قانون لما أخذت الفرق بينهم، بالتالي المسافة بين الجسم وسطح الماء ما بتفرق. أحكي لك قوة الطفو ما بتعتمد على المسافة بين الجسم وسطح الماء، بتعتمد على كثافة الصفيحة، ما دخلها مع كثافة السائل، يعني كله بيعتمد على كثافة السائل. هذا هو قاعدة أرخميدس. قاعدة أرخميدس the point force acting on the body immersed fluid، قوة الطفو اللي بالجسم سائل لجسم مغمور في الماء تساوي وزن الماء، وزن سائل المزاح، هو دائما قيمتها لفوق وموجود في سنتر الصفيحة 100%. هون بحكي لك هذا الوزن، هذا الوزن شايف، هذا الوزن، الوزن المساح، باخذ هذا الوزن، هذا الوزن السائل، وهي لف ستاخذ سيجما فاي تساوي الوزن المزاح الاف. نعم، بس شو قانون الافلونسي؟ ببساطة قوة تساوي الوزن النوعي للسائل والحجم اللي جوا، الوزن النوعي للسائل والحجم اللي جوا. تمام، بالتالي بيقول لك هون، بيقول لك عبارة عن قوة الطفو هي حجم السائل المزاح ضرب الجاما اوف فلويد، اي فلويد للسائل شو بتساوي؟ وزن الجسم. يعني بكل بساطة المبدأ الاساسي بقانون الطفو هو عبارة عن احكي انا جاما، خلني اكتب لون اسود الحمد لله، بحكي جاما الفلويد ضرب في الفوليوم المزاح. تمام، الجاما الفلويد ضرب الفوليوم اللي جوا ديسبليس بيساوي الوزن. شو وزن اي جسم؟ وزن اي جسم هو ام في جي او جاما للجسم، كثافه الجسم ضرب حجمه، حجمه كامل، حجمه كامل. اسمع الامثله بتفهم ان شاء الله. انا بقول لك اذا كثافه الجسم اقل من كثافه السائل بتلاقي فلوتينج بودي، يعني طافي. اذا كثافه الجسم بتساوي كثافه السائل بتلاقي معلق تعليق سينك بيسموه او سسبندد. اذا كانت كثافه السائل اعلى من كثافه الفلويد بتلاقي غارق سينكينج، غارق سينكينج وهكذا. فعندي هون سؤال بيقول لي اودن بلوك، بلوك خشب تمام، عرضه 1.25 وارتفاعه 75% وطوله لجوا 3 متر، عشان تعرف الحجم. طبعا الحجم هو طول في عرض في ارتفاع. تمام، specific weight of the wood 6.4 كيلو نيوتن، يعني كم؟ 6400. هاي جاما ايش؟ جاما خشب، جاما دبليو.
أقول لك خلينا نكتبهم هون، جاما وود تساوي 6.4 كيلو نيوتن، يعني 6400. تمام، بقول لك أوجد للبوزيشن للسنتر اوف بوانسي، يعني بده فعليا اتش. طب شو المبدا اللي بدي اطبق عليه؟ بكل بساطه بحكي انا الوزن تساوي قوه الطفو. تمام، شو الوزن للجسم؟ الجسم البلوك، وزن البلوك، وزن البلوك هو جاما بلوك، يعني 6400. حجم البلوك، حجم البلوك 75 مضروب في 1.25 مضروب في طوله لجوه كم؟ 3 متر. تمام، هذا بده يساوي الاف بوانسي، ودائما بتساوي الحجم المزاح، هذا سطح المي، هذا الحجم المزاح. تمام، مضروب في كثافة السائل، شو كثافة السائل؟ مي، بالتالي 9810 هاي جاما، مضروب في الفوليوم، كم الفوليوم المزاح؟ الفوليوم المزاح هو 1.25 مضروب في اتش، بس اتش مضروب في الطول لجوه اللي هو 3 متر. شو بيطلع عندك؟ بيطلع معك اتش. شوف عندي جسم خشب مغرب ما قادر 5 كيلو، وزن الجسم يساوي قوة الطفو. وزن الجسم هو عبارة عن حجمه ضرب كثافته، قوة الطفو بتساوي كثافة الماء ضرب الوزن المغمور مش قرب. الديسبليس فوليوم هو 1.25 في اتش في 3، يو 3.10 في 1.25 في اتش في 3 بتساوي 0.75 في 1.25 في 3، هذا الفوليوم كلي مضروب كثافة الخشب في 1000 عشان كيلو نيوتن، بيطلع معي الاتش كذا. في مركز قوة الطفو بكون الاتش على 2، اكيد مركز قوة الطفو، مركز قوة الطفو بكون على سنتر الطفو، طافو هون مركزه هون. تمام، السؤال اللي بعده والاخير ان شاء الله بيقول لي اميت البارت اللي هو اوبجكت 2، هذا معدني هانج هانجينج، يعني مربوطه بحبل ثين كورد فلوتينج وود اوبجكت 1. فعندي هون خشب وعندي هون حديد مربوطات ببعض بحبل. وود بلوك سبيسيفيك جرافيتي 0.3، هذا سبيسيفيك جرافيتي له 0.3 وله ابعاد 50 ب 50 ب 10، 50 لجوة 10 لفوق. تمام، ميتال بارت هاز ا فوليوم، اعطاك حجم الميتال بارت 6600 ملم مكعب. بقول لك فايند ذا ماس ام 2. تمام، شو بعمل انا؟ هذا الجسم وهذا الجسم، شو بسوي؟ بروح الجسم اللي تحت، هذا الجسم اللي تحت. تمام، شو عليه قوة؟ في عليه قوة تنشن فورس، في عليه وزنه، وفي اف بوانسي لفوق قوة طفو. تمام، الجسم اللي فوق هذا شو عليه؟ عليه تنشن فورس ووزنه برضه قوة طفو. تمام، هسه بلاحظ هون كم مجهول عندي؟ الوزن جاما فوليوم معي كثافته 0.3 6.3 بعطيني كثافته، والفوليوم هيو معي. اف بوانسي حجم المزاح هو حجمه كامل، يعني الحجم كامل، والجاما السائل معي. لا هو بده الوزن، هو بده الوزن. ام في جي معيش، ام في جي معيش، ام في جي ام في جي مش معي، هو بده ام 2. فبالتالي هون عندي مجهول، مجهولين، يعني مجهول كلها هون، لا اقل. شوف كيف الحل، لانه هون الرسمات اوضح. هون بقول لك في عندي انا اف بي 1 سي 1 وعندي تنشن وعندي وزن، اما هناك عندي تنشن اف 1 سي 2 دبليو 2، هو بدي دبليو 2 فعليا. ببلش من فوق لتحت، بالتالي شو بحكي انا؟ بعمل اتزان، التنشن بتساوي اف بي 1 سي 1 ناقص وزن، أو بحكي الـ F1C1 ناقص تنشن ناقص وزن بيساوي صفر. أنا بدي التنشن، فـ W1 شو بعمل؟ بروح على السائل، بروح على الجسم، بروح على الجسم، هذا بدي أحسب الـ Buoyancy Force، Buoyancy Force الكثافة، كثافة السائل الـ F1C1 كثافة السائل جاما ووتر اللي هي 9810 ضرب الحجم المزاح او الحجم المغمور. شو الحجم المغمور؟ ارتفاعه كامل 10 في منه 2.5، هو عباره عن 7.5 في 50 ب 50. هيك انا ايش طلعت؟ طلعت الاف 1 سي 1 والوزن، والوزن هو كثافه الجسم هيو 0.3
3810 مضروب في الفوليوم تبعه. كم الفوليوم تبعه؟ 50 50 10. طبعا بحول وحدات، بضرب 10 قوة سالب 9، 10 قوة سالب 9 هذول زائد التنشن بطلع قيمة التنشن فورس أو يساوي تنشن، القوانين اللي كتبتهم تحت. هسا شو بعمل؟ بدي أجع هاي التنشن معي، الأف وانسي معي، طلع من خلالها الوزن. يلا شوف معي، وزن 1.3 في 3310 50 في 50 في 10 ضربت في 10 سالب 9، هاي الوزن بالنيوتن. الأف وانسي 1 الحجم السائل المغمور ضرب كثافة السائل، تمام. قوة الحجم المغمور ضرب الوزن السائل، فبنعرف انه وزنه النوعي، اما حجم المغمور هو كذا وليس كذا، حكينا عنه، تمام. هسه بخصوص الجسم الثاني، الحجم 6600 هو نفسه الحجم المغمور، انا معطيني الحجم كامل، فبالتالي الاف 1 سي 2 الحجم كامل كله مغمور ضرب 6310. الدبليو 2 هي قوة التنشن فورس زائد البوانسي، والوزن 2 هو ام في جي، وطلعت ام في جي. هيك بكون انتهت الشابتر. طبعا هون في موضوع الاستابيليتي، كمل الفيديو مدته، تمام، نحكي عنه بشكل بسيط. الاستابيليتي هو موضوع تطبيقات علم الطفو، صراحة هذا كله حكي تقرأه قراءة قراءة زي ما هو زي ما هو، تمام. هيك بكون ان شاء الله انتهت الشابتر. يعني بدك تحفظه، بدك تحفظه وتفهمه، يعني تشوف بس السنتر والسنتر واذا الجسم طافي او معلق، حالات وحالات يعني ما بتقدر تحذر عليها. هيك بكون ان شاء الله الشابتر انتهى. بتمنى لما تحضر الفيديو هذا تقرا هذول، تقرا هذول. يعطيكم العافيه.